على الدار خلونا نسخنوا. انا اليوم جيت باش نحضر مع بدعوه من صديق والفنان الكبير عبد العزيز تاتي لحضور حفل زفاف الابنه ديالو. كنبغي نقول لها الله يجعل كل شيء مباركم سعود، الله يكمل عليك بالخير، والله يجعلو زفاف ميموني ان شاء الله. المهم هذه اللي دازت ماريا، ما يمكنش ماريا تدوز من حدا شي واحد بلا ما تقول شي حاجه. كنبغي نقول لهم الله يكمل عليكم بالخير، و ما كرهتش انا كاع البنات والولاد اللي كاينين اللي كنعرفهم واللي كنبغيهم، وحتى اللي ما كنعرفش حتى هما يتزوجوا ويفرحوا براسهم ويفرحوا باي حاجه كيبغيوها ان شاء الله. تحياتي ونهار كبير هذا الخوي عبد العزيز تاتي، تنقول الله يجعل كل شيء بارك مسعود، لالا مجد الله يكمل بالخير بالرافه والبنين من عند حبيده طرمار. اليوم جايين نطلعوا الليله ديالك، فالمغاربه كاملين راهم فرحانين، فتبارك الله عليكم والله يجعل كل شيء بارك مسعود. حضوري بحال اي فنان صراحه، هادي حنا جينا نحتفلوا مع بنت السي عبد العزيز، يستاهل كل خير، والفنانه كلهم الى سمعها خصهم يجيو ضروري، لانه يستاهل كل خير السيد هذا، ورجل متواضع وفنان وكيخدم من قلبه والله يعمر هذا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.